ما انا قلت لك تجيني من الاول، انا موجود في المكان ده بقالي 24 سنه، مفيش كبيره ولا صغيره بتحصل الا لما تعدي عليا. طب نعمل ايه دلوقتي؟ الاسماء اللي خدناها من عندك ما فيهاش ابني. يبقى ابنك ما تبدلش هنا. طب معلش يا ريس، نبص بصه تانيه، يمكن سقطت اسمه ولا حاجه. مش ممكن، مش جايز ابنك ما تبدلش في الولاده. ما يكون اتبدل فين؟ طب انت ابنك دخل الحضانه؟ اه قعد اسبوع. طيب يا جماعه ما جه اتعلم، احنا لو جبنا كشوفات الحضانه القديمه اكيد هتلاقي ابنك فيه. طب احنا ليه ما شفناش من الاول؟ بس الحضانه القديمه دي اتقفلت يجي من 4 سنين. طب ازاي ندور على الاسماء اللي فيها؟ اسماء ايه؟ دي كانت الحضانه الوحيده اللي موجوده في المحافظه. يعني انت علشان تلاقي ابنك محتاج تدور في مستشفيات المحافظه كلها. طيب هو مش في سجلات الحضانه؟ اكيد طبعا في سجلات، مفيش طفل هيدخل ولا يخرج الا لما يتكتب اسمه. فين بقى السجلات دي؟ هي الحضانة القديمة دي لما اتقفلت، أكيد السجلات دي كلها راحت أرشيف مكتب الصحة. يعني إحنا لو رحنا مكتب الصحة هنلاقي فيه السجلات دي؟ أكيد طبعًا، بس هتروح إمتى؟ خلاص مواعيد العمل الرسمية خلصت، وأنا قاعد معاكوا محبة يعني. بلاش تيجي أنت بكرة من القاهرة، أنا هروح مكتب الصحة، أول ما أوصل للسجلات هكلمك. لا لا لا، أنا لازم أروح بنفسي. ربي بس نوصل لحاجة. ما تقلقش، احنا لو وصلنا لسجلات الحضانة كل حاجة هتتحل. هنوصل له بإذن الله إن شاء الله. دي أسماء حضانة مستشفى المنار. بعد إذنك يا كبير أصور الورق ده. لا، ما ينفعش أطلع لك أي ورق من هنا غير بإذن من البدار. لا، وهو هنا في مكانه، مش هحركه، صوره بالتليفون بتاعي. حضرتك متأكد إن دي الأسماء كلها؟ آه، ده كشف ديسمبر 2016. عمر اسمي هشام. ازاي يعني؟ هات كده. ده في ورقة ناقصة. مستحيل. وريني كده. بص يا باشا على الرقم المسلسل. هتلاقي 7 بعد كده 9 على طول. صفحة 8 مش موجودة. دفتر ده مستلمينه زي ما هو كده. يعني ايه مستلمينه كده؟ هتكون رايح فين يعني؟ بقول لحضرتك مستلمينه زي ما هو كده. ايوه، هو عادي يعني ان ورقه زي دي تضيع من دفتر مهم زي ده؟ بتحصل يا استاذ. طب والله العظيم احنا ريقنا نشف واحنا بنقول لهم نحدث نحدث ولا حياه اللي متونات. طب معلش يا جماعه، يمكن الورق متلخبط ولا حاجه. نسمي الله كده ونبص. بص ممكن الورقه تبقى تايهه هنا ولا هنا. مش ممكن ابص تاني؟ اتفضل. الإمضاءات اللي تحت دي بتاعت مين؟ دي إمضاءات التمرين. صور ما. معلش أنا مش فاهمة. إزاي ما لقيتش اسمه؟ راحت فين الورقة؟ ملهاش أثر. ضاعت. عماد بيحاول يوصل للممرضات اللي كانوا موجودين يوميها وماضيين في السجلات الحضانة. يمكن لو لقى واحدة ممكن تساعدنا في حاجة. وش معنى الورقة دي بالذات اللي ضاعت؟ معرفش. يبقى أكيد حد خدها عشان ما نعرفش نوصل لابننا. ومين اللي مصلحة في حاجة زي دي؟ اللي بدل ابننا اكيد هو اللي خد الورقه. هيستفيد ايه؟ مكان خده خلاص، هيحط لنا طفل تاني مكانه. وبالصدفه الورقه دي بالذات اختفت. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.